مساكم الله بالخير. اختلط علينا الأمر في موضوع الاختلاط، واتخذ هذا المصطلح معنى شموليا وسيس على نحو يعد سابقة، انتقل من مجالس الفقهاء إلى ساحة الإعلام. لمناقشة قضية الاختلاط يواجه الصحافة هذه الليلة الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان، الأستاذ بجامعة الإمام وعميد كلية الشريعة في الرياض، والدكتور محمد العبد الكريم، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة في الرياض، والدكتور حاتم بن عارف الشريف، عضو مجلس الشورى. حياكم الله. الله. واسمحوا لي أن أعرف بالأستاذ عبد العزيز القاسم الذي سيشاركني هذا الحوار. سأبدأ من عندك دكتور سعود، وهذا السؤال موجه لبقية الدكاترة والمشايخة، على الأقل لنضع يعني تعريفا قبل أن ندلف إلى حوار هذا الحوار في هذا الموضوع. ما هو الاختلاط وما الفرق بينه وبين الخلوة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه ليوم الدين، وبعد. الاختلاط مادة خلط تدور على معان كثيرة، ولكن هذه المعاني يكاد يجمعها معنيان. أولا هو الصحبة والمنادمة، فالصحبة والمنادمة تعني الاختلاط. والمعنى الثاني من معاني هو من معاني الاختلاط الجماع، من معانيه اللغوي الجماع، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا خالط الرجل وجب الغسل. والاجتماع في هذا المعنى معناه في مجاله واسع. هنا تأتي الخلوة. الخلوة هي تأخذ معنى الاجتماع، ولكنها تدور في دلالاتها اللغوية وأكاد العرفية على معنيين أيضا، هما معنى التفرد. والتفرد في هذا يعني الوحدة، تعني الوحدة في هذا. وتعني المعنى الثاني من معاني الخلوة، معاني الخلوة أيضا الاجتماع، بمعنى نعم الخلوة بمعنى الاجتماع. ولذلك منه قوله سبحانه وتعالى عن المنافقين، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، يعني إذا اختلوا اجتمعوا بهم خاصة دون غيرهم. نعم. فهذه الدلالات اللغوية. طيب.